اسم محمد نقبل سحاري اخدم حشاوش وسرق ناو روحي بالخبز وهذه المعيشة. اصبحي نخرج على الستار يجيب لي السيد الحشيش انا يحطوا لي ناو نبيع او نخدم المشوش الكتوبية 120 الكتوالي بي 16 سنة وانا في المرشين نتلاقي واحد ما عنديش بلاصة شنو خير من واحد راه يسرق ولا عيشة غلات بزاف وعيشة مرة وقت عرف أنا نلقاو فيها بشوية في أي مكان لازم يكون الصبر اللي يجو راجلة كاع حاجة تخدم خميس الجمعة تخدم ما كانش ما يقدرش المعيشة مغلات ولازم ما تريحش عندي كونجي لا روب وما كانش فيش طاولة لا لازم تخدم مازال الضكا كاين ما يفرقش بين الحشيش ومن العنوس شنو ستوري لهم يولوا يعرفوا إذا تدخل باش يطلبك حاجة باش شي سيرفات ولا كاشوري ولا خل باش يطريني ما كاش قراية دي فوا خصو كارني خصو ستيلو اصبر يا وليدي غدوة شي غير غدوة هذه هي حاب بلاصة يديروا لنا بلاصة طابلة يعطونا طابلة نخدمو معليش انا خويا انا بصحتي بس